المنتخب المغربي يخوض آخر حصة تدريبية قبل مواجهة البيرو. وصل المنتخب المغربي يومه الاثنين استعداداته للمواجهة الودية التي ستجمعه بنظيره البيروفي بإجراء حصة تدريبية أخيرة. وخاضت العناصر الوطنية مراناً جماعياً جديداً عشية اليوم وسط أجواء حماسية، وذلك بمركز تدريب فريق ريال مدريد فالدي بيباس. ويواجه المنتخب المغربي البيرو غداً الثلاثاء 7.5 غرينتش على أرضية ملعب سيفي تسميتا روبوليتانو الخاصة بفريق أتلتيكو مدريد. وتدخل هذه المباراة الودية في إطار استعدادات كتيبة وليد الركراكي لمسابقة كأس أمم إفريقيا 2024 المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في كوت ديفوار.